بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخذ ثاني محاضراتنا في محاضرات رينال ديزيزز، واليوم موضوعنا حيبدا يحكي على النيفروتيك سيندروم. طبعا نحن في محاضرتنا اللي فاتت بدينا وحكينا على الجلوميرولر ديزيزز، وخذينا حاجه اسمها الجلوميرولر انجري. وفي ختام محاضرتنا اللي فاتت اتفقنا ان من ضمن الاكزامبلز اوف الجلوميرولر انجري حاجه اسمها النيفروتيك سيندروم وحاجه اسمها النيفريتيك سيندروم. فتوا حنبدو محاضرتنا ونقدو متفقين ان النيفروتيك سيندروم عبارة عن جلوميرولر انجري، فبالتالي ينطبق عليها كل الساين وكل السيمتومز وكل الكومبليكيشن امتاعات الجلوميرولر انجري. تو انت السؤال يدور في بالك ان يا دكتور شن هو الفرق ما بين النيفروتيك والنيفريتيك؟ طبعا النيفروتيك والنيفريتيك الفرق بينهم ككلمة هي عبارة عن حرف واحد، واحدة حرف O واحدة حرف I، لكن الاختلاف ككلينيكال بشكل كبير. فيه ساين وسيمتومز معينات لو شفتن انا في بيشنت حنقول البيشنت هذا يعاني من نيفروتيك سيندروم، وكذلك ايضا فيه ساين وسيمتومز معينات لو انا شفتن في بيشنت حنقول الشخص هذا يعاني من نيفروتيك سيندروم. شن هن يا دكتور الساين والسيمتومز المختلفات هذين؟ احنا حناخذهم في محاضره اليوم ومحاضره جايه، فبالتالي محاضره اليوم حيكون مختصة فقط بالنيفروتيك سيندروم. طبعا النيفروتيك سيندروم هن عبارة عن 4 symptoms أو 4 signs. لو ال 4 signs أو ال 4 symptoms هذين أنا شفتهم في بيشنت حنقول البيشنت هذا يعاني من النيفروتيك سيندروم. طبعا ال 4 signs و 4 symptoms نقدر نكتب الكم أنا وتحفظون حفظ، لكن نحن شعارنا الحفظ لا، فبالتالي حنخطوهم بطريقة مختلفة شوية. حنخطوهم كأننا نحكو في قصة أو نحكو في سيناريو معين، وحناخذوا symptoms of nephrotic syndrome بالتسلسل كأننا نحكو في قصة عادية، تمام؟ به. طبعا الرسمة اللي قدامكم هذه هي عبارة عن glomerulus afferent، يطلع منها efferent، واللي جوا هذا glomerulus، واللي برا يسموه في pulmons capsule، والفراغات هذينا يسمو فيه البومانس سبيس. بعدين يبدا يصير فلتريشن للفلويدز الى البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وتكمل عند اخر حاجه وتكون لي بعدها حاجه اسمها اليورين. باه تو البروتينز هل هنا نورمالي يطلع في اليورين؟ طبيعي بتقولي لا، صح ولا لا؟ فالبروتينز بعد يخشن داخل الجلوميرولس مفروض ما يصير لهنش فلتريشن، وحتى لو في جزء بسيط صار له فلتريشن بعدين في التبيولز حيصير حاجه اسمها ري ابزوربشن ويرد للبادي اخر. فنورمالي ان البروتينز ما يطلعنش برا الجلوميرولس. لو انا جينا اسالك حاجه علميه نقول لك بليش يا دكتور، بتقول لي انت في محاضره اللي فاتت قلت لنا ان الجلوميرولس من برا يحيط فيه سيلز اسم البودوسايتس. البودوسايتس هذين هن عباره عن فلترز يصفن المواد اللي بين الجسم يخليه واللي ما بينش الجسم يتخلص منه، صح ولا لا؟ فاتفقنا ان خارج الجلوميرولس في البودوسايتس، وداخل الكابيلري هذين يسمو فين اندوثيليال سيلز. فجينا احنا قصينا قصه هنا وكبرناها كصوره مكبره، هذا عباره عن الجلوميرولر بيزمنت ميمبرين كيف ما احنا عارفين، وهذا الاندوثيليال سيلز وهذا الجلوميرولس من الداخل، واللي برا هذينا هن البودوسايتس وسميناهم بودوسايتس لان تحتوي على اقدام. شكل السيلز كيف المرسوم عندك بالضبط، عباره عن سيلز وفيهن اقدام، هذا ليش سموهن البودوسايتس. باهي تو لو انا دخل عندي بروتين داخل الجلوميرولس، البروتين مفروض ما يصيرلاش انفلتريشن، باهي ليش؟ قال لك البودوسايتس التشارج بتاعتهن هنا شارج سالب ماينس نيجاتيف، تمام؟ والبروتينز ايضا الالكتريك تشارج بتاعتهم حتى هي نيجاتيف، فبالتالي زمان نحن في الفيزياء قانون الفيزياء قلنا الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه تتجاذب، فبالتالي البروتينز هن عباره عن التشارج بتاعتهم نيجاتيف، والبودوسايتس ايضا اللي هن في الاقدام بتاعت السيلز حتى هن نيجاتيف، فبالتالي البروتين كل ما بيحاول يصير له انفلتريشن
يلقن إشارة سالبة يرده يصير التنافر. فكل ما يبدأ يصير الانفلتريشن يرد للداخل الجلوميرولس. بالطريقة هذه درة الجلوميرولس تمنع الفلتريشن اوف بروتينز. تمام؟ قال لك الأشخاص اللي يعانوا من نفروتك سيندروم، مش نحن قلنا عبارة عن جلوميرولر انجري، فقال لك الأشخاص اللي يعانوا من نفروتك سيندروم حيصير لهم جلوميرولر انجري، فيبدأ يصير لي تدمير للبودوسايتس، فحيقعد شكل البودوسايتس بهذا الشكل. فقدت الأقدام متاعتها، تمام، فقدت الأقدام متاعتها، فبالتالي البروتينز هنا هذه الاندوثيليال سيلز، فبالتالي البروتينز هنا بعد بيخشن يصير الانفلتريشن، الإشارة السالبة اللي كانت موجودة في الأقدام اختفت ماتت، فبالتالي البروتينز يبدأ يطلع ويصير لها انفلتريشن بشكل طبيعي جدا في التبيولز، وحتبدأ تطلع من البروكسيمال كونفوليوتد تبيول بكل سهولة، وتبدأ تكمل لين توصل لنهاية التبيولز تطلع مع اليورين. فبالتالي أول خاصية أو أول سيمتومز لاحظوها نحن في جماعة النيفروتيك سيندروم نلقاهم يعانوا من حاجة اسمها البروتينوريا. بروتينوريا خروج بروتين ان ديورين، ويكون ماسيف بروتين، يكون نسبة متاعه تقريبا اكثر من 3.5 جرام بير دي. فاول فيتشرز او اول ساين لاحظوها في جماعه النيفروتيك سيندروم هي البروتينوريا. وفهمنا البروتينوريا كيف صارت، قاعدين نحن نحكوا توا في قصه ونهدرزوا مع بعضنا، مش نحفظونها. لو نجي نسألك سؤال بريء شوية هكي ونقول لك يا دكتور شنو هو الموست كومن بلازما بروتين موجود في البلد، دغري بدون تفكير تقول لي أكثر بروتين موجود في البلازما أو موجود في البلد بروتين اسمه الألبومين. صح لا؟ صح، في أذر بروتينز، في الجلوبيولينز وفي أذر بروتينز، لكن موست كومن بروتين موجود في البلازما هو الألبومين. بعدين نقول لك انا صار لي دامج في الجلوميرولس، وعلى فكره بعد يقدر الاقدام بتاعت البودوسايتس متكسراتك يسموا فيها افيسمنت، لو قابلت كلمه افيسمنت اوف البودوسايتس في الشيت اعرف انها عباره عن تدمير البودوسايتس، وقاعد الشكل بتاعها مشرشر كيف ما تشوف في دول. تمام، به ردوا لموضوعنا. اتفقنا احنا ان الالبومين اكثر هو بروتين موجود في البلازما. بعدين نقول لك انا عندي بروتينوريا، والبروتينوريا هذه ماسيف، يعني كل يوم انت تفقد في 3.5 جرام من البروتين. وبما انك انت قلت لي ان الالبومين هو اكثر بروتين موجود في البلازما، فبالتالي اكثر بروتين انا حنفقده في اليورين هو الالبومين. فبالطبيعي في الطبيعي الاشخاص اللي عندهم نيفروتيك سيندروم نجوم بعد كم يوم وبعد كم اسبوع هل حنلقوا نسبه الالبومين نورمالي ولا لو؟ بتقولي دكتور طبيعي بيكون عندهم لو. فبالتالي الاشخاص اللي يعانوا من نيفروتيك سيندروم نلقى عندهم حاجه اسمها الهايبو البومينيميا. هايبو البومينيميا، تمام، باهي. نجو توا نوقف عند فكره الهايبو البومينيميا، نرسموا البلد فيسل نتاعنا. نحن في كورس الهيمودايناميك ان قلنا البريشر داخل الفيسلز هنا عباره عن تو بريشر، صح ولا؟ واحد اسمه الهيدروستاتيك، هيدروستاتيك بريشر، وواحد اسمه الانكوتيك بريشر، صح ولا لا؟ واتفقنا نحن في كورس الهيموديناميك ان الانكوتيك بريشر هو يتحكم فيه البروتينز. لو البروتينز داخل البلاد فيسلز او داخل البلازما زادا الانكوتيك بريشر حيزيد، ولو البروتين قلا انكوتيك بريشر شنو بيصير له؟ يبي يقل. كلام سمع. وايضا اتفقنا احنا من قبل ان لازم الفيسلز يصير فيه اكويليبريم ما بين الانكوتيك بريشر والهيدروستاتيك بريشر، لازم يكون قريبات من بعض. تمام، هذا كله كلام اتفقنا عليه من قبل. حلو، تعالوا معايا في اللي بنقوله تو. انا قلت لك انا عندي هايبو البومينيميا، معنى البروتين شنو يصير لهن؟ قلن. معنى الانكوتيك بريشر شنو بيصير له؟ يبي يقل.
بعد الانكوتيك بريشر بيقل، الهيدروستاتيك بريشر بيقل كيف ما هو، فبالتالي حيجد الهيدروستاتيك بريشر اكثر من الانكوتيك بريشر، لان هنا في البدايه كانت متساويات، الانكوتيك بريشر نزل فقعد الهيدروستاتيك بريشر صح هو قاعد ثابت في مكانه لكن قاعد اعلى من الانكوتيك. هنا بتصير لخبطه، يقول لا انا اتفقت ان نقدر متساويين، بما انك انت نزلت حتى انا نحاول ننزل من روحي، بأنا كيف ننزل من روحي؟ نبدأ نفقد في فلويد برا، إن الهيدروستاتيك بريشر تحكم فيها الفلويد الووتر اسمها هيدروستاتيك، فتبدأ يصير لي ووتر دريفن اوت، الووتر تبدأ تطلع برا. فالأشخاص اللي يعانوا من النفروتك طبيعي هنلقاهم يعانوا من حاجة اسمها الإديمة، يعني من حاجة اسمها إديمة، وهذه ثالث ساين نلاحظوها ونشوفوها في جماعة النفروتيك سيندروم. هذه النقطة الأولى. هنعطيك سبب آخر، سبب آخر يؤدي إلى حدوث إديمة أكثر وأكثر بالفهم، قاعدين نهدزوا ونحكوا مع بعضنا. بعد أنا قلت لك الانكوتيك بريشر، ركز معي، قلت لك الانكوتيك بريشر نزل والهيدروستاتيك بريشر نزل، معناها البريشر داخل الفيسلز شن صار له؟ نزل. معناها البريشر ايضا داخل الجلوميرولس نزل، معناها شن صار لي في الرينال بلد فلو؟ يبي ينقص، فيبدا يصير لي ديكريز في الرينال بلد فلو. انا هنا البلد فلو نزل، من يبي يدخل تو؟ يبي يدخل الرينين، فيبدا يصير لي ستيموليشن للرينين، الرينين يتوكل على الله ويطلع ويحفز تحويل الانجيو تنسينوجين الى انجيو تنسين 1، والانجيو تنسين 1 يمشي يطير لعند اللنج، يدق على اللنج يقول يا لنج معلش اعطيني انزيم اسمه الانجيو تنسين كونفرتينج انزيم. ليش شنو تبي فيه؟ والله نبي نتحول من التايب 1 الى التايب 2، فتقول اللنج تفضل، فياخذها من اللنج ويحول نفسه من الانجيو تنسين 1 الى انجيو تنسين 2 ويرد ويحفز لي حاجه اسمها الالدسترون، يبدا يطلع عندي الالدسترون. الالدسترون عنده 2 فانكشن، الفانكشن الاولى يديلي فازو كونستركشن، والفانكشن الثانيه انه يديلي ووتر صوديوم ريتينشن، يزيد من ريابسوربشن، فبالتالي بيحاول يرفع الضغط. فالالدسترون هنا شنو دار لي؟ دار لي فازو كونستركشن، مظبوط. كل ما يزيد لي يصير لي سوري فازو كونستركشن، الهيدروستاتيك بريشر شنو بيصير له؟ بيزيد، لان البريشر زاد، انت ضغطت الفيسلز الفلويدز انضغطا البريشر زاد، فكل ما يزيد الهيدروستاتيك بريشر كل ما يطلع فلويد واجد يحاول ينقص او يقرب روحه للانكوتيك بريشر، فكل ما يزيد الهيدروستاتيك بريشر يبدا يصير لي فقدان للووتر اكثر واكثر، فكل ما يصير لي فازو كونستركشن كل ما يصير لي فقدان للووتر اكثر واكثر، فبالتالي الشخص حيخش في مور إديما، مور إديما، تمام؟ وهذه ثالث سيمتومز أو ساين نشوفوهم في الأشخاص اللي يعانوا من نيفروتيك سيندروم. باهي عمك البادي هنا شن قال؟ قال أنا قاعد نفقد في بروتين، البروتين يطلع قدام عيني، والبروتين عندي في الجسم نقص، بليش ما نتحرك ونحاول نصنع بروتين؟ فيبدأ البادي تزيد لي النشاط نتاعها ويزيد لي نشاط تصنيع البروتينز. من ضمن البروتينز اللي بيصنعها من البادي حاجة اسمها اللايبوبروتينز، تذكرون اللايبوبروتينز؟ اللايبوبروتينز هو عبارة عن تركيبتين، هو عبارة عن بروتين وليبيد، يعني اللايبوبروتين، فبالتالي يضطر البادي انه يزيد حتى تصنيع الليبيد، يعني انا بنصنع لايبوبروتين فصنعت بروتين تواجد، فطبيعي بنصنع ليبيد واجد مش نكون لايبوبروتينز. فالاشخاص اللي يعانوا من نيفروتيك سيندروم يخشوا في حاجه اسمها الهايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا، تمام. هنا الليبت قاعد زايد اوفر نسبه اكثر من اللازم، فيبدا الليبت حتى ويطلع في اليورين. فالاشخاص اللي يعانوا من نيفروتيك سيندروم مرات تلقاهم ايضا يعانوا من حاجه اسمها ليبيدوريا، الليبيدوريا هي خروج الليبيد في اليورين. هذا موضوع النيفروتيك سيندروم. حقيقة الفور ساينس كيف خذيناها بقصة وضحكة ولعبة،
لو انا جيت من البدايه من بدايه المحاضره قلت لك يا دكتور لو النيفروتيك سيندروم هي عباره عن جلوميرولر انجري وراهن عباره عن فور ساينز بروتينوريا هيبو البومونيميا ايديما وهيبرليبيديميا مستحيل حد كنت تفهمها. لكن بالقصه اللي حكيناها هذه عدي سنوات قدام ان شاء الله باذن الله مش حتنساها بكل تمام. فشن هن الساينز اوف نيفروتيك سيندروم؟ اربعه او خمسه: بروتينوريا، هايبو البومونيميا، إديما، وهايبر ليبيديميا، وتقدر تضيف أيضا الليبيدوريا. تمام؟ نوصل توا نبي نعرف شنو هن الكوزز، شنو هن الكوزز اوف نيفروتيك سيندروم. نديرو عنوان هنا اسمه الكوزز اوف نيفروتيك سيندروم. طبعا الكوزز كالعادة هناخدو تو كوزز. الكوز الأول يبي يكون برايمري، والكوز الثاني يبي يكون سكندري. ونحن خلاص للمرة الألف عرفنا أن بعد نقول لك كلمة برايمري، نقول لك كلمة برايمري معناها هذا الديزيز ينشأ من الكدني نفسه. لكن بعد نقول لك سكندري إذا أنا عندي أذر ديزيز من كومبليكيشن أوف الديزيز هذاك أدى إلى رينال ديزيز. تمام؟ فبالتالي السكندري كوز اوف نيفروتيك سيندروم، راجع المحاضرة اللي فاتت، اي كوز يؤدي الى السكندري جلوميرولر انجري هو نفسه حيؤدي الى سكندري نيفروتيك. الديابيتس، الاميلوزز، الاس ال اي، بعض الانفكشنز، ممكن بعض الكانسرز، ايضا بعض دراجز كيف النانوستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز كيف البنسلامين مثلا. فأي secondary cause يؤدي للجلوميرولر انجري هنا نفسه حيؤدي إلى secondary nephrotic syndrome. ماشي الكلام؟ به الجو كله توا اللي في البرايمري هو ديزيز ينشأ في الكدني نفسه ويؤدي الى نيفروتيك. في الشيت امسك عندك في الشيت تلقاهم في البرايمري مصنف لك اكوردنج تو الميكانيزم اللي ادت الى نيفروتيك. صنف لك التايبس اكوردنج تو الميكانيزم المعينه اللي ادت الى حدوث نيفروتيك معين سموها بالكوز نتاعها. فشوف عندك حتلقى حاجه اسمها المينيمال تشينج ديزيز، تلقى حاجة اسمها الممبرينيوس جلوميرولونيفرايتس، تلقى حاجة اسمها الفوكال سيجمنتال جلوميرولونيفرايتس أو جلوميرولوسكليروسس، تلقى حاجة اسمها الممبرينيو بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. هذين كل البرايمري. فتو أنت الرؤية تبي تغبش عندك وتبي تخش الحكاية في بعضها. فنفس القصة، نحن مش حنخلو أي حاجة تخش في بعضها. نبدأ بأول واحد، نحن سمينا مجموعات، نبدأ بأول واحد. أول واحد تو الكلام اللي بنحكوه كله على البرايمري نيفروتيك، السكندري انتهينا منها خلاص. نجو اول نوع، اول نوع اسمه المينيمال تشينج ديزيز. مينيمال تشينج ديزيز هذا واحد من التايبس اوف برايمري نيفروتيك سيندروم. طبعا في بعض المعلومات هذينا حفظ، هذينا شورك انت تبي تحفظها. اول معلومه تبي تحفظها انت هو بيكون more common in children، يعني يكون تقريبا في 65% بينما في الادلت بيكون تقريبا بنسبه 10%. فبالتالي الموست كومن ايج للمينيمال تشينج ديزيز هنا في الشيلدرن بيأثر نسبة أكثر من 65%، وتقريبا يضرب الأطفال اللي أعمارهم ما بين السنتين لست سنوات. هذه معلومة حفظ، وأنا كيف ما أنتم عارفين إني أنا حاجة حفظ ما نحبهاش. نجو توا للميكانيزم. مش من بدري شوية قلت لكم إن البرايمري نيفروتيك سيندروم صنفوهم أكوردنج تو الميكانيزم. نجو توا للميكانيزم. قال لك الميكانيزم اللي ادت الى المينيمال تشينج ديزيز في اول نوع من انواع البرايمري نيفروتيك سيندروم،
قالك كان الكوز نتاعها اميون رياكشن. باهي دكتور وضح، وضحنا اكثر شو معنى كلمه اميون رياكشن، يعني كيف. باهي شوف معي، قالك يجن التي سيلز، التي سيلز تمام، التي سيلز يدير لي انفلاماتوري رياكشن. بليش دير لي؟ قالك عاده يصير لي الانفلاماتوري رياكشن هذا او الاميون رياكشن افتر ريسبيراتوري انفكشن، افتر ريسبيراتوري انفكشن. شخص خش له فيروس معين او بكتيريا معينه درت له ريسبيراتوري انفكشن، فبدي يصير لي اميون رياكشن ممكن ياثر على اللنج. لكن هنا ما نعتبرش سكندري، ليش؟ لان يعني الاميون رياكشن اللي صار لي في البادي كله، فممكن دار لي حتى انا التشينجز في الكدني. على عكس السكندري، السكندري ممكن شخص يعاني من دايابيتس، دايابيتس هذا نتيجه الهاي جلوكوز، دار له ديبوزيشن في الكدني، دار لي مشاكل، كذلك الامايلودوزس، صار لي ديبوزيشن اوف الامايلويد في الكدني ودار لي مشاكل تمام. فقال لك هذا يصير لي after respiratory infection، يعني الشخص خش في respiratory infection وتعالج منه تمام وعدى في حاله، لكن الانفلاماتوري رياكشن مازال مستمر. فيجان التي سيلز هنا يدير لي انفلاماتوري رياكشن، يطلقن السيتوكينز، يطلقن السيتوكينز. فالسيتوكينز نتيجه رياكشن يضربن البودوسايتس، يضربن البوتوسايس. هل ذكرت انا تو قلت لكم يضربن البيزمنت ميمبرين؟ ما ذكرتش، فقط السيتوكينز يضربن من؟ يضربن البوتوسايس. فبالتالي الجلوميرولر بيزمنت ميمبرين في المينيمال تشينج ديزيز نوت افكتد، هذا سؤال ام سي كيو تمام. بعد الرياكشن اللي يصير لي هذا ونضرب انا البوتوسايس، انا خشيت في الشكل هذا فادت لي الى الساين سيمتوم اوف نيفروتيك سيندروم تمام. هذه هي المينيمال تشينج ديزيز، هذه الميكانيزم تاعها. حنخشوا في الانواع الاخرات لان اساميهم الغريبات، نفس الفكره بالضبط لكن ميكانيزم مختلفه، وانتهت القصه. جو الدكاترة قالوا ترى نشوفوه under light microscope، under light microscope. خذوا عينة من الكدني للشخص يعني من نفروتك وحطوها under light microscope. جو تفاجئوا بحاجة، لقوا الجلوميرولر أو الجلوميرولس normal. قالوا كيف صار شخص خش في نفروتك ونفروتك هي جلوميرولس انجري، كيف تكون الجلوميرولس بتاعها نورمال؟ موضوع هيك بينسف الكلام اللي نحكوا فيه، معناه النفروتك سيندروم ماهيش جلوميرولس انجري. جاهم عالم اخر قال لهم لا، انتم استخدمتوا اللايت مايكروسكوب، بيستخدموا الالكترو مايكروسكوب اللي هو ادق، وشوفوا. جو سمعوا كلامه وبحثوا في الالكترون مايكروسكوب، لقوه مظبوط، لقوه فيه الدامج في الابيثيليال سيلز اللي هنا طبعا اسمها البودوسايتس، ولقوه ان البيزمنت ميمبرين نورمال. وهذا سؤال MCQ مهم جدا. جو بحثوا أخرى ودققوا أكثر. شوف معايا، الكدني أو التبيولز تبدأ بالبروكسيمال كونفوليوت تبيول صح؟ بعدين تكمل أذر تبيولز، تبدأ الأسندنج وديسندنج لوب في هنلي وديستال وتكمل في الكولكتيف. فأول حاجة كيف ما احنا عارفين إن هي البروكسيمال كونفوليوت تبيول. اتفقنا أيضا إحنا في النفروتك سيندروم إن فيه بروتينوريا وفي ليبيدوريا، يعني اول ما يطلع البروتين اول ما يطلع الليبيد في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول
بيطلع بكمية كبيرة. فلان قال طفطة يقول بلاه تي، انا نورمال ما يطلعش عندي بروتين، وحتى لو طلع بنسبة بسيطة انا عندي لا ري ابزوربش. تي وين ماشي الكمية دي كلها باللبد؟ فالبروكسيمال كونفليوت تيبيول لان هو في واجهة مدفع، لان هو اول واحد فيبدأ يدير لي فري ابزوربشن رهيبة جدا للبروتينز والليبت، لكن ما ينجحش فيها. ليش؟ لان اللي يمتص من هنا يرد يطلع لاخر من هنا. تمام. فجو بحثوا عند البروكسيمال كونفليوت تيبيول لقوه في تجمع كبير للليبت والبروتين في التيبيولز، في الوول اوف تيبيولز لقوه في تجمع كبير جدا للليبت البروتين، وخاصة في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. فالحالة هذه سموها الليبت نيفروسس، سموها الليبت نيفروسس، وحتى هذه من خصائص المينيمال تشيجز ديزيز. فهم جو بحثوا فيه قالوا هو تحسه ديزيز لطيف شوية مسالم، ديلي انجري في الـ في الـ في الجلوميرولس، لكن حتى باللايت مايكروسكوب ما شفت. وبعد استخدمت الالكترون مايكروسكوب لقيت دامج بسيط في البودوسايتس. هذا ليش هو سموه بالاسم هذا؟ هذا ليش سموه مينيمال تشينج ديزيز؟ تمام. جاء دكتور اخر قال لي يا جماعه مش انتم زمان تستخدموا في الامينو فلوريسنس؟ بيستخدموه. جاء استخدم الامينو فلوريسنس مايكروسكوب، قال لهم نعرف وانا شنو هو الكوز او الميكانيزم. فجو بحثوا ما لقوش اي امين رياكشن، ما شافوش الا بعض السيتوكينز فقط، يعني نو امينوغلوبولينز، نو انتيجين انتي بودي كومبلكس، نو كومبلمنت. لان احنا عارفين ان الكومبلمنت يتحفز بعد يصير لي انتيجين انتي بودي كومبلكس يلزقن في بعضهم، يتحفز عندي الكومبلمنت. فبالتالي بعد استخدموا الامينو فلوريسنس ما لقوش امينو جلوبولينز ولا اي انتي بودي، ما لقوش اي انتيجين انتي بودي كومبلكس، وما لقوش اي كومبلمنت. وهذا السؤال مهم جدا 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 في الام سي كيو. تمام. فبالتالي لانه هو ديزيز نزيك شويه ولطيف، فالكلينيكال بيكتشر عاده حتكون حتى هي نزيكه ولطيفه. فالكلينيكال بيكتشر اوف مينيمال تشينجز ديزيز عاده الرينال فانكشن تيست، لو جينا درنا اختبار وضعه في الكلى حنلقوه نورمال، فقط الحاجه الوحيده اللي نلقوها حنلقوا فيه ماسيف بروتينوريا فقط، لا فيه هيماتيوريا، لا فيه هايبرتنشن، لا فيه ديكريز في الرينال فانكشن، لا اموره طيبه، فقط عنده هيماتيوريا. بكيف نعالجوه الشخص هذا مادام هو فرصه ديزيز هذا لطيف وجوه سمح؟ فقال لك نعطوهم ستيرويد، نعطوهم ستيرويدز. ليش يا دكتور ترى ليش عطيناهم ستيرويدز؟ تجي تفكر انت تقول لي اه شويه بس، في المينيمال تشينجز ديزيز قلنا ان امين رياكشن والسماحه اللي فيه ان اللي فيه انتيجين اللي فيه انتي بوديز ولا فيه كومبلمنت، وفقط رياكشن نتيجه الرياكشن اللي صار طلع عن سايتوكينز وضربا البوديسايتس. فانا نعطي ستيرويدز، نعطي حاجه اسمها انتي انفلاماتوري دراجز، تدير لي انهبيشن للامين رياكشن وتدير لي انهبيشن للسايتوكينز. فبالتالي انا نقصت من الحاجه اللي تدير لي في دامج للبوديسايتس، فبالتالي هنوقف الديزيز. لان انا الحمد لله لا عندي انتي بوديز ولا عندي كومبلمنت، فقط رياكشن نعطي ستيرويد. فبالتالي الاشخاص اللي يعانوا من مينيمال تشينج ديزيز فيري 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 افكتيف معاهم الستيرويدز، يتعالجوا منه 100%. فبالتالي نستنتج هنا ان المينيمال تشينج ديزيز اللي هو التايب الاول من البرايمري نفروتيك سيندروم هو جود بروجنوسيس، ماشي كده؟ ماشي كده. هذا اول نوع عندنا في البرايمري نيفروتيك سيندروم، وهذا اصعب نوع. شوفوا بالكم الانواع الاخرى كيف بيكون. نجو الثاني نوع عندنا في البرايمري نيفروتيك سيندروم، وهو نوع اسمه الممبرينيوس جلوميرولو نيفرايتس، ممبرينيوس جلوميرولو نيفرايتس.
ناخد عليه كم معلومة، هذه حفظ والحفظ شوركم مش شوي. تمام، اول حاجة قال لك هو حيكون عكس المينيمال تشينج ديزيز، حيكون مور كومن ان ادلت. تمام، يعني تقريبا يضرب الاشخاص اللي اعمارهم ما بين 30 ل 50 سنة. تمام، فهو حيكون مور كومن ان ادلت على عكس المينيمال تشينجز يكون مور كومن ان تشيلد. تمام، نحن اتفقنا ان قسمنا التايبس اوف برايمري نيفروتيك سيندروم اكوردنج تو ميكانيزم. هاي تفضل معايا وشوف شنو هي الميكانيزم اللي تصير لي في الممبرينيوس جلوميرول نيفرايتس. قال لك يا معلم هنا شنو يصير لي، يجن انتي بودي ويمسكن في انتيجينز ويكونن انتيجين، يكونن انتيجين انتي بودي كومبلكس. وقال لك عادة الانتيجين انتي بودي كومبلكس فولود افتر بعض الانفكشنز وخاصة الفيرال انفكشن، يعني فولود باي افتر الهيباتيتس بي فيروس، الهيباتيتس سي، السيفلس، تمام، الملاريا، بعض الكانسرز ممكن يكون فولود ايضا افتر اس ال اي، بعض الدراجز ايضا ممكن يديرن انتيجين انتي بودي كومبلكس بحيث ان البادي ممكن يعتبرهم كانتيجين، كيف مثلا البنسلامين. البنسلامين طبعا اكيد واخدينه في الفارما، هذا يعتبر ميتال كليتنج فاكتور، يعني يمسك في بعض الميتالز كيف الكبر، يمسك في الكبر ويمنع امتصاص الكبر ويطلع فيها في الستول كيف ما هي، فبالتالي نستخدمه فيه في ديزيز اسمه الويلسون ديزيز اللي هو اكيموليشن اوف كبر. ايضا ممكن بعض دراجز كيف الكابتوبريل اللي هو يعتبر ايس انهبيتور، دي الانهبيشن للانجيوتنسين كونفرتينج انزيم فيمنع تحويل الانجيوتنسين 1 الى 2 فينقص الضغط، فالدراجز دينا ممكن يؤدي الى تكوين انتيجين انتي بودي كومبلكس. anyway المهم انا اهم حاجة عندي تكون عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس. يجي عمك الانتيجين انتي بودي كومبلكس هذا يبدا يصير له ديبوزيشن في السب اندوثيليال اريا، سوري سب ايبيثيليال اريا، ونحن عرفنا في اول محاضره عندنا ان السب ايبيثيليال اريا هي المسافه اللي ما بين البيزمنت ميمبرين وما بين البودوسايتس. الاريا هذه هي سمو فيها السب ايبيثيليال اريا، فيبدا يصير لي ديبوزيشن للانتيجين انتي بودي كومبلكس. الديبوزيشن شوف معي اوف انتيجين انتي بودي كومبلكس ادى الى ستيموليشن للكومبلمنت، تذكروا كومبلمنت سيستم، للكومبلمنت سيستم، لان نحن اتفقنا زمان في كورس الاميونيتي ان كل ما يصير accumulation للانتيجين وديبوزيشن للانتيجين انتي بودي كومبلكس مع بعض هنا بيطلع الكومبلمنت بيحاول يبدا يساعد، فيبدا شنو يصير لي الكومبلمنت، شنو ينتهي الكومبلمنت ان السي 3 تحفز سي 4 وسي 4 تحفز سي 5 وسي 5 وهكذا، لان يتكون عندي حاجه اسمها الممبرين اتاك كومبلكس، تذكروا راجعوا ممبرين اتاك كومبلكس اللي رمزنا له بالماك، هذا يبدا يدمر في البودوسايتس يبدأ يصير عندي inflammatory reaction. نتيجة stimulation of inflammatory reaction وتحفيز الكومبلمنت بشكل مستمر يبدأ يصير stimulation لبعض inflammatory cells كيف البروتيز والأوكسيدنت. فالinflammatory هنا كان أو inflammatory reaction هنا أو الأمين reaction كان قوي شوية، كان قوي شوية، فبالتالي ضرب معه حتى البيزمنت ممبرين، فبالتالي في الممبرينيوس glomerular nephritis تكون البودوسايتس، هذا أسئلة إمسكيورة، بودوسايتس affected أيضا الجلوميرولار بيزمنت ممبرين also affected. تمام، وهذه كلها الفروقات ما بين
المينيمال تشينجد وبين الممبرينيس جلوميرولونفرايتس، وهذا يعتبر ثاني نوع من انواع البرايمري نفروتيك سيندروم. فتحول شكل، شوف معي، تحول شكل البودوسايتس قاعد بهذا الشكل، نفس الفكره، صار لهم افيسمنت. شنو صار لهم؟ افيسمنت، لان تدمر الاقدام بتاعته. لكن انا عندي حاجه هنا، ان حتى البيز ممبرين انضرب في الحاله هذه. فالبيز ممبرين هنا هذا هو الاساس، هذا هو القاعده اللي تبن عليها السلز. فيقول لا، انا هو القاعده، هو الاساس، عيب علي اني انا نضرب. فنحاول الاماكن اللي انضربت فيهن او الاماكن اللي صار فيهن ديبوزيشن للانتيجين انتيبادي كومبلكس نقويهن شوي. لو جيت تلاحظ ان البودوسايتس ما هنش لاصقات في بعضهم، تلقى واحده هنا بعدين في مسافه، بعدين واحده هنا بعدين في مسافه، بعدين واحده هنا. والاماكن ترسيب او ديبوزيشن اوف الانتيجين انتيبادي كومبلكس بيكون تحت الاقدام في السب ايبيثيليال اريا. فبالتالي ان اكثر مكان يضرب فيه البيز ممبرين هنا، انا ما ينضربش واجد، ينضرب هنا واجد، انا ما ينضربش واجد، هنا ينضرب واجد. فهو بيحاول يدير ادابتيشن، يقوي نفسه. وين يقوي نفسه؟ في الاماكن اللي صاير له فين، اللي صاير له فين مهاجمه. فيبدا شكل البيزمنت ممبرين بهذا الشكل. شوفوا معي، انا ضرب واجد، انا غلط نفسي، انا ما فيش ضرب واجد ما دورش، انا في ضرب واجد قوى نفسه، انا ما فيش ضرب واجد ماشي الجو، انا في ضرب واجد وقوى نفسه. فقعد شكل بيت الممبرين بهذا الشكل. وهذه الاندوثيليال سيلز بتاعتنا سليمات وطلعا وهربا من الموضوع، ما صار لناش اي حاجه. فقعد شكل الجلوميرولس من هذا الشكل الى هذا الشكل. اول حاجه صار لي افيسمنت افيسمنت اوف بودوسايتس، وثاني حاجه صار لي ثيكنينج في البيزمنت ممبرين، صار لي ثيكنينج ان جلوميرولر بيزمنت ممبرين. فجو بحثوا هما بالمايكروسكوب، لقوا ان هذه بارزه وهذه خاشه، فسموا الجهه الخاشه دم شيب، والجهة الطالعة هذه سموها بالسبايك. فمن ضمن الفيتشرز، ومهمة جدا في سؤال ام سي كيو، من ضمن الفيتشرز اوف ممبرينس جلوميرولونفرايتس ان تلقى في سبايك اند دم، سبايك اند دم، سبايك اند دم شيب. تمام، نفس الفكرة، قال لك بما انك انت في مينيمال تشينج ديزيز، بحثت لي باللايت مايكروسكوب وبحثت لي بالالكترون ميكروسكوب وبحثت بالامينو فلورسنس ميكروسكوب، حتى انا تعال بحث لي بيهم وشوف شنو تحك. خلاص تو انت بعد عرفت الميكانيزم وعرفت المشاكل، خلاص بتقول لي اكيد في افيسمنت، في سبايك اند تم، في ثيكنينج في الجلوميرولس بيزمنت ممبرين. قبل ما اخشوا في ثيكنينج في البيزمنت ممبرين، في ديبوزيشن، لو انا استخدمت الامينو فلورسنس حنلقى في ديبوزيشن اوف انتيجين انتيبادي كومبلكس، حنلقى في ديبوزيشن اوف الكومبلمنت السيستم اللي هو اكثر حاجه السي 3 هي اول حاجه تبدا بها الكومبلمنت. فطبيعي صح، منطقيا. تعال تو نشوف شنو المكتوب عندنا. قال لك باللايت مايكروسكوب طبعا استخدموا صبغه خاصه اسمها السيلفر ميثانامين ستين. فجو بحثوا فيها لقوها حتى هي جزء فيه نورمال، يعني حتى هي ما فيش ذكيت تشينجز باللايت مايكروسكوب، لكن اللي لاحظوه ان في ثيكنينج او في ديفيوز ثيكنينج في الجلوميرولر بيزمنت ممبرين. هذه الحاجه الاولى اللي لاحظوها. قالوا لا، خلينا نشوف، مادام في ثيكنينج بسيط بان عليا، خلينا نشوف التفاصيل نتاعها ونشوفه الالكترو مايكروسكوب. لقوا فيه دم and spike form، ولقوا فيه effacement of البودوسايتس. بعد جو بحثوا بالامينو فلورسنس، لقوا فيه deposition of الانتيجين
انتيبادي كومبلكس، ولقوا ايضا فيه ديبوزيشن للسي 3 اللي هو الكومبلين. سهل يعني، حتى الحاجة الحفظ نحن فهمناها فهم. وهذا ثاني نوع اسمه الممبرينيوس جلوميرولونفرايتس، و سموه ممبرينيوس لان يعني في ثيكنينج في الجلوميرولر بيزمنت ممبرين، فبالتالي سموه ممبرينيوس جلوميرولونفرايتس. باهي الكلينيكال بيكتشر شنو بيكون؟ نفس الفكره، بما انه هو نفروتك حنلقى فيه بروتينوري، لكن قال لك هذا ان لان في ثيكنينج في البيزمنت ممبرين، يبدا فيه دامج في البيزمنت ممبرين، فبالتالي هنا ان البيزمنت ممبرين هو الاساس، فبالتالي 40% قال لك من الاشخاص هذوما تلقاه ممكن يعانوا من رينال فيلر، ممكن يخشوا في فشل في الكلى. وثاني حاجه العلاج نتاعها مضومه، ما نقدروش نستخدموا الستيرويدز، نوت ريسبوند تو ستيرويد. ليش؟ لان انا عندي هنا مشكله فيه ترسيب للانتيجين انتيبادي كومبلكس، فانت عالج الكوز اللي ادى الى ترسب او تكوين الانتيجين انتيبادي كومبلكس، ممكن نعطوا حاجه تنقص في الاميونيتي المناعه تمام، لكن مش حنستخدموا الستيرويدز. ليش؟ لان الستيرويدز يعتبر انتي انفلاماتوري، يهاجم او يوقف الانفلاماتوري رياكشن كيف ما صار في مينيمال تشينجز. فانا انا ما عنديش سايتوكينز، ما فيش انفلاماتوري سيلز اطلاعا، فبالتالي ستيرويدز نوت ريسبوند. هذا يعتبر سؤال ام سي كيو، ان الستيرويدز نوت ريسبوند في حالات ممبرينيوس جلوميرولونفرايتس. هذا سؤال ام سي كيو تمام. هذا فيما يخص موضوع ممبرينيوس جلوميرولونفرايتس. النوع الثالث من انواع البرايمري نفروتيك سيندروم هو اسمه فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس، وهذا سهل جدا وبسيط جدا، نفس الممبرينيوس جلوميرولونفرايتس بالضبط، لكن في اختلاف بسيط في التوزيع. كيف؟ قال لك هذا تلقى فيه سكليروسس او تلقى فيه دامج في سم اريا اوف جلوميرولس، وتلقى فيه بعض البورشنز اوف كابيلاري ممكن افكتد، فتلقاه ماهوش مثلا منتشر في جهه معينه او في سلسله معينه، تلقاه متنطر من مكان لمكان. هذا ليش سموه فوكال سيجمنتال تمام. النوع هذا حيكون مور كومون حتى هو في الادلت، بحيث يشكل في تقريبا 35%، وفي تشيلدرن تلقى تقريبا حوالي 10%، نفس الفكرة تمام. قال لك الفوكال سيجمنتال ما فيش معلومات فهم واجد كميكانيزم، لكن قال لك ان اللي تميز فيه ان مرات يكون اسوشيتد افتر الاتش اي في، فمرات يكون ديو تو الاتش اي في نيفروباثي، ممكن يكون فولود افتر الهيروين، جماعه يتعاطوا في الهيروين فيخشش الهيروين، ممكن يخشش في فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس فيسموا فيها الهيروين نيفروباثي. لو جينا استخدمنا لايت مايكروسكوب واستخدمنا الالكترون مايكروسكوب واستخدمنا الاميونو فلوريسنس مايكروسكوب ونشوفوا ونلاحظوا شنو هنا ممكن التشينجز اللي ممكن يصير. اللايت مايكروسكوب حنلقوا فيه فوكال اور سيجمنتال ليجن، حنلقوا فيه دامج في البودوسايتس ودامج في البيزمنت ممبرين، لكن نلقوه مطرش مش في مكان واحد تمام. جينا كبرنا صوره بالالكترون مايكروسكوب اكثر واكثر، هنا حيبان علي الافيسمنت اللي صاير في البودوسايتس، الافيسمنت اللي صاير في البودوسايتس. لو جينا استخدمنا الاميونو فلوريسنس حنلقوا فيه انتيجين انتيبادي كومبلكس
يعني احنا نشوف الامينوجلوبولينز، بالاضافه حنشوف السي 3 اللي هو الكومبلمنت، حيكون حتى هنا صاير لنا ديبوزيشن نفس كيف ما قلت لكم ممبرينيوس جلوميرولونفرايس، نفس السيمتوم نفس الجو، لكن عباره عن التوزيع بتاعه. فهو ما يستحقش هذا الشرح، عباره عن معلومات حفظ تمام. فقط الورقه قدامكم هذه تكفيكم حتى تخشوا بها الامتحان، مش حيكون لو جابوا لكم فوكال سيجمنت الجلوميرولونفرايس مش حيكون، مش حيطلع من الكلام المكتوب هنا ان شاء الله ان شاء الله تعالى. فهو حيكون فولويد افتر الاتش اي في، تسموا فيه الاتش اي في نيفروباثي، ايضا فولويد افتر الهيروين، فيسموا فيها مرات الهيروين نيفرو باثي. تمام، هذا فيما يخص موضوع الفوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس. نجو تو الاخر نوع عندنا في البرايمري نيفروتيك سيندروم، هذا راح نختم به محاضرتنا اليوم ان شاء الله. نوع اسمه الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس، ممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس. تمام، النوع هذا فيه قصة غريبة. النوع هذا قال لك حنشوفوه في البوث ديزيزز، حنشوفوه في النفروتيك سيندروم، ممكن ايضا نشوفوه في النفريتيك سيندروم. شفتوا الكلام الكبير هذا؟ فهذه اهم معلومة في النوع هذا اللي هو الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس. في ممبرينيوس جلوميرولونفرايتس هذا بروحه، وفي ممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس. قال لك هذا حنشوفوه في البوث ان نيفروتيك سيندروم، ايضا ممكن حنشوفوه في النيفريتيك سيندروم، فبالتالي حنشوفوه ميبي في النيفروتيك وايضا ممكن نشوفوه في النيفريتيك. هنا الكلام تغير، بتقول لي دكتور انا النيفروتيك سيندروم عرفت الفيتشرز بتاعته، بروتينوريا، هايبو البومينيميا، ايديما وهايبرليبيديميا والليبيدوريا. بالفيتشرز اوف النيفريتيك هذه ان شاء الله حنخشوا فيها في المحاضره الجايه، حتى هي حندور لها قصه وسيناريو ونهدزوا عليها مع بعض ونعرفوا الميكانيزم والتسلسل بتاع السيمبتومز. لكن مش نقول لكم مش تريحوا ان الفيتشرز اوف النيفريتيك هن اربع وحدات. البيشنت حيخش في هيماتيوريا، ازوتيميا، تذكروها ان فيه توكسيك سبستانس تلقون في البلد، اوليغوريا في ديكريز في ليفل اوف يورين، وهايبرتنشن. نعاود شنن الفيتشرز اوف نيفريتيك سيندروم، هيماتيوريا، ازوتيميا، اوليغوريا وهايبرتنشن. توا حطوهم في راسكم، بس المحاضره الجايه ان شاء الله حناخذوهم بقصه وسيناريو سمع حكي ونعرفوا كل وحده كيف صارت. خلونا نجي نرسم رسمتنا. هذا البيزمنت ممبرين بتاعنا، وهذينا عمك البودوسايتس، وهذينا الاندوثيليال سيلز. وهذين الاندوثيليال سيلز. تمام، تو نبغى نعرف الميكانيزم نتاع الممبرينيوس جلوميرولو ممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس، وليش دارت لي نيفروتيك نيفريتيك. وعلى فكره مش شرط زين مع بعضنا، يعني مرات تدي لك نيفروتيك بس، ومرات تدي لك نيفريتيك بس، ومرات تدي لك نيفروتيك ونيفريتيك مع بعض، وهذا هو الاغلب يعني. ومرات تبدا كنيفروتيك وبعدين تجد بوث نيفروتيك ونيفريتيك. تمام، هذا ايش نحن ذكرناه تو حنذكره ايضا في نيفريتيك يعني. فالكوز نتاعها او الميكانيزم نتاعها حيكون حتى هو انفلاماتوري رياكشن او اميون
رياكشن. تمام. الانفلاميشن اللي صار او الامين رياكشن اللي صار، شوف شنو ضربه. قال لك مرات يجي يضرب البودوسايتس يدمر لي، ومرات يجي يضرب البيزمنت ميمبرين ويدمر لي، ومرات وهذه جديده يجي يضرب الاندوثيليال سيلز. تمام. مرات ايضا يضرب الاندوثيليال سيلز. لو احنا في المينيمال تشينجز ديزيز فقط يضرب البودوسايتس، في الممبرينيوس جلوميرولونيفرايتس والفوكر سيجمنتال يضرب البودوسايتس والبيزمنت ميمبرين. هنا في الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس ممكن يضرب البودوسايتس، ممكن يضرب البيزمنت ميمبرين، ممكن يضرب الاندوثيليال سيلز، ممكن يضرب كل مع بعض، ممكن يضرب واحده منهم وهذا. لكن في الغالب بيضرب فيه لي كل مع بعض. فبالتالي لو ضرب لي البودوسايتس والبيزمنت ميمبرين البيشنت حيخش في خصائص النيفروتيك، تلقى عنده بروتينوريا، هيبو البومونيميا، ادما، وهايبر ليبيديميا، وليبيدوريا اللي حكيناها من بدري. لكن هنا لو ضرب لي الاندوثيليال سيلز فدمر لي الوول بتاع الكابيلاري، صح ولا؟ فيبدا في بلد يبدا يهرب ويطلع في البومنز سبيس ويخش مع البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ويكمل، صح ولا لا؟ فيبدا يكمل يطلع في اليورين، فالبيشنت يجيك بهيماتيوريا. هذه من ضمن خصائص النفرتك. بعد انت ضربت لي الكابيلرز اللي غذن في الكدني، الكدني بتوقعها تبي تعيش، مش حتعيش فحتموت، فالكدني حيصير لها سيفير رينال فيلر. فاليورين شين بيصير له؟ يبي ينقص، فالبيشنت يخش في اوليكوريا. ايضا وظيفه الكدني حتفقدها انت، يعني الكدني تدمرت، فبالتالي ما عادش يحول في توكسيك سبستانس، فالبيشنت يخش في ازوتيميا، تلقى كل التوكسيك سبستانس يعوم عندك في السيركوليشن برا. الكدني الوظيفه نتاعها تطلع في الفلويدز فتنقص في الضغط، انت فقدت الوظيفه بتاع الكدني، فالشخص يخش في هايبرتنشن. فالفور سيمتومز هذينا نتيجه التدمير اللي صار في الاندوثيليال سيلز حيخش البيشنت في نيفريتيك سيندروم. فبالتالي اتفقنا تو وعرفنا ان ليش الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس مرات يدير لي نيفروتيك ومرات يدير لي نيفريتيك. حلو الكلام ده. قال لك هل تعلم ان الممبرينيوس جلوميرولونيفرايتس هنا نوعين؟ شوف سبحان الله، هنا نوعين، ممكن يكون تايب 1 ممكن يكون تايب 2، فيسموا فيه ممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس تايب 1، وعندنا نوع اخر اسمه ممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس تايب 2. شنو الاختلاف فيما بينهم يا دكتور؟ النوع الاول سهل وتافه وبسيط لابعد درجه. قال لك انه عباره عن انتيجين انتيبادي كومبلكس، انتيجين انتيبادي كومبلكس، يا اما ترسبا في البودوسايتس ودمرها لي. وما دام قلت لك انتيجين انتيبادي كومبلكس معناه الكومبلمنت بيتحفز، ولا بيش يتحفز؟ طبيعي بيتحفز، صح ولا لا؟ فيبدا يطلع الامين سيلز والامينوجلوبولينز والكومبلمنت يتحفز ويتكون لي الماك اللي هو ممبرين اتاك كومبلكس ويدمر البوديسايتس. ومرات هذين يصحلن يصير لهم ديبوزيشن في البيزمنت ممبرين فيضرب لي بيزمنت ممبرين، ومرات يصحلن يصير لهم ديبوزيشن في السب اندوثيليال اريا، فممكن يكون لي في السب ابيثيليال اريا، في البيزمنت ممبرين، في السب اندوثيليال اريا فيضرب لي، مرات يصير لي ديبوزيشن فين كله فيدمر لي. هذا هو تايب 1 اللي هو الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. هذه الفكره نتاعه، هو عباره عن انتيجين انتيبادي كومبلكس، تالي الوجيج هذا كله، و حفز لي ايضا الكومبلمنت من السي 3. وعادة قالك ديما فولود افتر الكرونيك انفكشن، كرونيك انفكشن كيف الهيباتيتس بي، وايضا على سبيل المثال هيباتيتس سي. تمام.
نجو النوع الثاني. بما ان النوع الاول سهل وبسيط فمستحيل النوع الثاني قد نفسه صح. قال لك الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس تايب 2 يكون ديو تو، شوف الكلمة هذه، complement pathway. alternative complement pathway. جينا في الكلام الكبير. شن معنى يا دكتور كلمة alternative complement pathway؟ نقلب تو محاضرتنا سريعا سريعا، ناخذ منها دقيقة بس نحكوا على الأمينيتي شوي. زمان بتخذينا الكومبلمنت سيستم، الكومبلمنت سيستم نرجعه شوي. قلنا الكومبلمنت سيستم هو عبارة عن انتيجين انتيبادي كومبلكس تكون عندي. فالانتيجين انتيبادي كومبلكس دار عن ستيموليشن للكومبلمنت وتكون عندي الكومبلمنت سي 3 انقسمت وتحولت الى سي 3 اي وبي وكملت الميكانيزم بتاعها. الحالة هذه الكومبلمنت اللي نحن كلنا عارفينها، فيسموا فيها الكلاسيكال كومبلمنت باثوي. كلاسيكال كومبلمنت باثوي. كيف فكرة هذه الكومبلمنت العادية؟ هذه تكون انتيجين انتيبادي كومبلكس، يبدا السي 3 انجينير سمون السي 3 هو بدايه الكومبلمنت، يتكسر الى سي 3 اي بالاضافه الى سي 3 بي. اللي كسر لي السي 3 اللي هو بدايه اول بروتين في الكومبلمنت، اللي كسر لي الى سي 3 اي والسي 3 بي انزيم اسمه سي 3 كونفرتيز انزيم. شنو اسمه؟ اسمه سي 3 كونفرتيز انزيم. هذا نرمزه له بالرمز. شنو هو الانزيم هذا؟ هو سي 3 كونفرتيز انزيم. شنو دار لي؟ حول لي سي 3 الى سي 3 اي وسي 3 بي وكملت باقي الكومبلمنت. فالعملية هذه تكسير سي 3 وبداية عملية الكومبلمنت اكتيفيشن نسمو فيها الهيدروليسيس اوف سي 3، يسمو فيها الهيدروليسيس اوف سي 3، لأن كأنه صار تكسير للسي 3 تمام. هذه هي الكلاسيكال باثوي. قال لك في بعض الحالات، يصير لي سبونتينيوس، هيدروليسيس of C3. يعني C3 السبب مش معروف بدا يصير الستيموليشن لC3 كونفرتيز انزيم وبدا C3 تكسر وتبدا يصير تحفيز للكومبلمنت وادت الى تحفيز للكومبلمنت. الحاله هذه نسمو فيها الالترناتيف كومبلمنت باثوي، وهذه خطيرة جدا. تو في الحالة الأولى الكلاسيكال اللي هي الحالة النورمال، إن في سبب أدى إلى تحفيز الكومبلمنت اللي هو الأنتيجين أنتيبادي كومبلكس. مجرد أن ما نتخلص من الأنتيجين حنتخلص من تكوين الأنتيبادي كومبلكس، حنتخلص من الكومبلمنت، مش هيصير تحفيز. لكن هنا كيف ما يقول اللي بيه نحن، لا بيه لا عليه، بدأ يصير لي سبونتينيوس هيدروليسيس في السي 3. بسم الله الرحمن الرحيم، وبدا يصير لي هيدروليسيس سي 3 وبدا يتكون او يصير لي ستيموليشن للكومبلمنت لسبب مش معروف. فالحاله هذه غير طبيعيه تعتبر، سميناها الالترناتيف كومبلمنت باثوي. هذا هي السبب الرئيسي نتاع الممبرينيوس بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس. جو بعد تفكير عميق الدكتورز اكتشفوا وقالوا ان فيه امينوغلوبولين، تمام، فيه امينوغلوبولين والمور كومن اللي هو الاي جي جي.
عمك الامينوجلوبولين هذا عدى لصق في الانزيم، لصق في السي 3 كونفرتيز انزيم، مسك فيه وكون لي الشكل هذا، كون لي الانزيم انتي بودي كومبلكس. اللصقه هذه اللي هو الاي جي جي بعد لصق في السي 3 كونفرتيز انزيم خلاه يتحفز 100% بدون اي توقف. فعمليه الكومباينيشن ما بين الاي جي جي والسي 3 كونفرتيز انزيم خلت فيه كونتينوس ستيموليشن للانزيم، فبالتالي صار لي كونتينوس هيدروليسيس في السي 3. الكومبلكس اللي تكون عندي سموه نيفريتك فاكتور. هذا سؤال مهم جدا جدا في الام سي كيو. شنو هو النيفريتك فاكتور؟ هو عباره عن كومبينيشن بين الاي جي جي والسي 3 كونفرتيز انزيم. امتى يصير لي في حاله سبونتينيوس هيدروليسيس اوف سي 3 اللي هنا سمينا الالترناتيف كومبلمنت باث واي. وين يصير لي؟ يصير لي في ممبرينيوس بروليفيريتيف بالميرفايتس تايب 2. تمام. فالان كنترولد اند كنترولد او سبونتينوس كليفج اوف سي 3 او السبونتينوس او الاند كنترولد ستيموليشن في الكومبلمنت سيستم دي مستمر. شو بيدير لي هذا كله اللي صار؟ هذا كله شو بيصير؟ الكومبلمنت مستمره في الانتاج، مش حتوقف، فحيبدا يصير تكوين كبير للماك اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس، وهذه آخر حاجة يكونها لي الكومبلمنت سيستم، وهذا بيدي لي الدامج للكدني. هذا اللي بيدي لي الدامج of the kidney، فبالتالي حيدمر البودوسايتس، حيدمر البيزن ممبرين، حيدمر الاندوثيليال سيلز، ويخششني في السيمتومز أو ساين أوف نيفروتيك، ويخششني أيضا في السيمتومز أو ساين أوف نيفروتيك. الحاجة الثانية يبدا الشخص يستهلك في ال الكومبلمنت بروتينز، لان فيه استهلاك مستمر للكومبلمنت ديما، فيه تكسر تكون ماك تبدا تصير لك ستيموليشن من جديد، تكسر تكون لك ماك تبدا تصير لك ستيموليشن وهكذا. فالاشخاص اللي يعانوا من تايب 2 ممبرينيوس بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس تلقاهم يعانوا من هايبو كومبليتينيميا. هايبو كومبليتينيميا وهذه من الفيتشرز اوف تايب 2 ممبرينيوس بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس. تمام. في التايب 2 معلومه مهمه جدا، there is no immune complex في type 2. No antigen antibody complex في membranous proliferative glomerulonephritis type 2. كلام مهم جدا 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 في الام سي كيو. هذين هنا التركات يجيبوا فيه لكم في الام سي كيو، واجين تلخبطوا فيه بعتقد فهم مستحيل تلخبط. يعني التايب 1 مراجعة سريعة، التايب 1 يكون due to accumulation أو deposition of antigen antibody complex على تحفزة الكومبلمنت وترسبا ودرا الوجيج بتاعهم. لكن التايب 2 لا، التايب 2 كان due to alternative complement pathway، صار لي في spontaneous hydrolysis وتكون عندي nephritic factor هو اللي داري تحفيز للكونفرتيز انزيم، بدا يصنع كون الماك وعطتني الفيتشرز اوف هايبو كومبليتينيميا. فبالتالي ما ذكرناش ولا جبنا اي سيره للانتيجين انتي بودي كومبلكس في حالات الممبرينيوس بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس تايب 2. طبعا في الشيت عندك انت تلقاه مدير لك اللي يحكي لك على المورفولوجي، فالمورفولوجي لو جيت اقراها من الشيت انت ما فيهاش اي فكره. انا مدير لك كيف المقارنه ما بين التايب 1 ما بين التايب 1 ممبرينيوس بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس وما بين التايب 2 ممبرينيوس
membranous proliferative glomerulonephritis. فجي يعني كاتب لك تلقاه في التايب 1 انه يكون ديو تو سيركوليتنج امين كومبلكس، لكن التايب 2 عن طريق السي 3 نفريتك فاكتور. نجوب باللايت مايكروسكوب يقول لك الجلوميرولس تلقاها لارج لوبريتد، فيها شويه بروليفريشن، الجي بي ام اللي هو البيزمنت ممبرين تلقاه ثيكنينج. لكن في حاجه هنا قال لك البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولس، شوف هذا البيزمنت ممبرين وهذينا البودوسايتس بتاعت، اتفقنا احنا ان في حالة الممبرينس بروليفيريتيف جلوميرولونيفرايتس ينضرب الاندوثيليال سيلز وينضرب بيزمنت ممبرين وينضرب حتى البودوسايتس. فالبيزمنت ممبرين كما قلت لكم هو القاعدة الأساسية. يقول لك انا عيب علي وجهي ان يصير فيه الكلام هذا. فالبيزمنت ممبرين بيحاول يدير كيف الثيكنينج، فيحاول يضاعف من نفسه تو في الفوكال، سوري في الممبرينس جلوميرولونيفرايتس، وايضا حتى في الفوكال تلقى شنو في دم اند سبايك، لان في اماكن معينه يصير اللي في ديبوزيشن، مش كيف الممبرينس بروليفيريتيف ينضرب كل البيزمنت ممبرين. فهنا يبدا يصير ثيكنينج للبيزمنت ممبرين بشكل كامل، فتلقى البيزمنت ممبرين بهذا الشكل صح، وصار فيه دامج، صار فيه ضرب، فيحاول يدير ثيكنينج لنفسه فيثقل نفسه اخر، يلقى الدامج مستمر والكومبلمنت قاعده ان كنترولد تحفيز بشكل مستمر. لا انا نضاعف من نفسي، نغلط من نفسي اخر، مازال في ضرب علي نغلط من نفسي اخر، وهكذا. فيعطيك الشكل بتاع البيز ميمبرين شبيه بالقطار او سكه القطار، فيسموا فيها الترام، ترام تراك ابييرنس، ترام تراك ابييرنس، وهذه من ضمن الفيتشرز اوف، مهمة جدا، من ضمن الفيتشرز اوف ميمبرينيس بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. تمام، ترام تراك ابيرنس، مهم جدا الكلام هذا. باي الالكترون مايكروسكوب تلقى فيه سب اندوثيليال ديبوزيشن، تلقى فيه مثلا ديبوزيشن في السب ابيثيليال اريا، ايضا بالامينو فلوريسنس، مهمه بالامينو فلوريسنس، قال لك اكيد حتلقى فيه التايب 1 تلقى فيه الانتيجين انتي بودي كومبلكس، تلقى فيه سي 3 الكومبلمنت، تلقى فيه بعض الامينو جلوبولين، لكن التايب 2 تمام تلقى عاده ممكن تلقى الاي جي جي، ولكن تلقى ايضا نفرتك فاكتور، وتلقى ايضا الكومبلمنت، لكن مش هتلقى الانتيجين انتي بودي كومبلكس في حاله التايب 2 ممبرينيس بروليفيريتيف جلوميرولونيفرايتس. تمام، نفس الفكره، هو حيصير دامج، وهو بما انه هو خليط ما بين النفرتك والنفروتك اكيد بيكون باد بروجنوسيس، في نسبه اكثر من 40% يخشوا في رينال فيلر. تمام، هذا فيما يخص شيت كامل تقريبا يتكون من اكثر من 30 صفحه اللي هو عنوان نيفروتيك سيندروم. نفس المحاضره هذه حناخذوها المحاضره الجايه، هي اسمها نيفريتيك سيندروم، وحناخذوها بنفس الطريقه هذه ونبدا نحكي في قصص وسيناريوهات، مش باذن الله تسهل كلها لبعض. تمام، هذا فيما يخص موضوع نيفروتيك سيندروم.